اول حاجه كن المهم اللي كيما كيعرفوا الناس كنخدم في واحد الريستو ياك سدات لينا في رمضان تقريبا كاع الريستورات تسدوا قالوا لي ضروري خصك تحرك واللي كدور اللي كدور على دغيا اكثر الى ضرب في رمضان هي الليمون صافي دير الليمون منها غترزق به الله ومنها غتضحك به في ستوريات انستغرام وهادي وهادي انا في الاول ما كانش في بالي كل مره غيجي عندي شي واحد معروف حتى جا فاجئني ياسين الصالحي راسو جا عندي وقف عليا ما كان في خباري والو ما كان في راسي حتى شي حاجه عرفتي وقف وانا نتصدم صافي اون فوا جا ياسين الصالحي مراجعه مجزرام اليوم باقي ما جا حتى شي واحد المهم مرحبا بالفنانه كاملين اللي بغاو يجيو مرحبا بهم الف مرحبا راه البلاصه باينين فين وهذا هو البلان اول دعم لقيته هو من عند ولاد دربنا هما اللي وقفوا معايا في الاول وتحيه لفريد من هنايا مقاتلين معايا الدراري طنطن وبالنسبه للدراري اللي عندي في انستغرام حتى هما كيجيو تياخذوا من عندي كاين اللي تيبغي غير موتيفي كاين اللي تيقول لك هكا كيف صافي خلي لك الصرف هكا كاين اللي كيعطي لك كيعطيك كيخلصك داكشي اللي بغيتي كاين اللي كيجيب لك واحد بحال واحد السيد البارح واليوم ماشي البارح هو الاول البارح جاب لي خنشه الليمون وخدم عندي قرعه وخلصها كيطراو شي لعيبات زوينين بحال هكا وحنا ضاحكين خالقين وصافي النهار كيدو زوين نجيبو الفطور وصافي ورمضان مبارك سعيد على المغاربه كاملين بغيت نقول لهم راه نتوما هما الموتيفاسيون راه ملي كترجع للدار راه كترجع مريض ومأزم وعيان ملي كتدخل الدار كتشوف كتلوح شي حاجه كتقرا لي ميساج الله يسهل عليك الله يسر لك داكشي اللي كدير زوين اخويا انا راه متبعك غير انت هادي كندير لك جام كتموتيفا كتخليك دير شي حاجه اخرى جديده وكتخليك تعاود تصور حاجه اخرى واي اي مشكل طرا لك اي حاجه خيبطات كتنساها صافي وكتبدا من جديد راه بغيت نقول لهم راه نتوما هو ليسونس ديالنا حنا الماطر وانتوما ليسونس المهم دا يسال ياسين صالح بغيت نقول ليه بلا بك راه ما كانش يكونوا بزاف الحوايج وعطيتيني خطوه كبيره والله يسهل عليك عشيري وما حدك ود الخير راه كيبقى ديما ربي ميسر ليك وبالنسبه للمشكل اللي وقع عليه حشومه عليهم دوك الشركه اللي طرا لي داك البلان راه المغاربه كاملين واقفين معاك داروا غلط كبير ملي داروا داك السيد هكاك و كان خصهم يديروا معاه شي حل حتى ما داروش شي حل هما اللي غيكونوا خاسرين في الاخر